السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، آپ کو ہوم اسلامک ٹیچنگ میں خوش آمدید۔ آج ہم تراویح کی تسبیح پڑھیں گے۔ تراویح کے درمیان اس تسبیح کو پڑھا جاتا ہے، چار رکعت تراویح پڑھنے کے بعد اس تسبیح کو پڑھا جاتا ہے، پھر دوبارہ چار رکعت تراویح پڑھی جاتی ہے، پھر اس کے بعد اس تسبیح کو پڑھا جاتا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والعزمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت، سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح، اللهم أجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والعزمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت، سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح، اللهم أجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير.